ان الفاشينست هذا الشخص هذا انا اقصد شخص واحد ولا ريالها شوفوا ماضي وين سجن وكيف طلع وطلع بعفو لان حفظ القران عاد اللي راسه بطحه يحسس عليها ربعنا هالقبايل والكباريون يمكن انا ما يمكن غيري ما رمس لانه يخاف انا ما اخاف طول بعماركم انا ما اخاف انا اعطي الرمسه في الصميم انزين الشخص انسجن وسجن اللي انسجنه هو انا مسؤول عن كلامي كله انسجن قضيه سموحه من كم بين قوسين دعاره وظهر عاد انتو عاد يوم انا اتكلم انه يدخل بيوتكم ويصور ويصور بعيالكم هذا يعني اكيد حرمه يعني ها فتاكدوا من ماضي لان مهما اللي يسوي هو يبى يطلع على افا انا رايح عند كباريه انا رايح عند الشيوخ انا رايح عند فلان انا رايح عند القبيل وفعلا هذا الكلام يعني خطير 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 لاصحاب الميانس واصحاب البيوت اصحاب القبائل اللي يدخلون النوعيه هذه بيوتكم وتصور مع عيالكم ومع حريمكم انا اذا دخلت مكان ما بصور من هني يعني من تحت البطن من تحت الصدر لين الريل وهم يرقصون وهذا للنعيب اوكي الا اذا كان حل البيت قالوا لي بدري صوري ولكن انا اتكلم عن فعل الموضوع وايد خطير ان الشخص هذا داخل بيوتكم وداخل الناس وقضيه